الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلاه، أما بعد يا معشر المسلمين، قال جل وعلا في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بشر الله تبارك وتعالى من اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بماذا؟ رضوانه جل وعلا، والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم يا عباد الله، وفي مقابل التوعا وفي مقابل توعد الله جل وعلا من خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أجمعوا عليه من مسائل الدين، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين للهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرا. نعم يا عباد الله، هذا يعني الاتباع الرسول، هذا تمسك بحبل الله، تمسك بسنة يا عباد الله. It is upon the individual to hold on to that which the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم and his companions were upon. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة خلفاء راشدين مهديين من بعدي تمسك بها وعضوا عليها بالنواجد. أخرجه أحمد وأبو داود وتمدي وهو ماذا حديث الحسن صحيح، وهذا حديث صحيح. نعم يا عباد الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.